آخر نيوز أخبارها كلها عندنا. سيدة الأعمال زيز المط، من فضلك تكلمينا عن فلسفة حضرتك لتصبحي سيدة أعمال رائدة في مجالها. عامة أنا هتكلم دلوقتي وأقول لكم أن أنا سيدة أعمال بالصدفة. هتقولوا لي يعني إيه سيدة أعمال بالصدفة؟ أنا اضطريت أحط نفسي في الموقع ده بطريق الصدفة. كان جوزي توفى في حادثة، وإحنا كنا عندنا شركة كبيرة بتاعت استيراد، كانت أول تكييف وتبريد، وكان عندي طفلين بنت وولد صغيرين، وكان عندي شغل وحاجات جاية مستوردة وحاجات بضاعة في المخازن. فاضطريت ان انا انزل، لأما كان كل اللي في السوق من الرجالة كانوا بيحاربوا ان ياخدوا كل حاجتي بنص تمنها، وكله كان بيهدد انك مش هتقدري تسلكي ومش هتقدري تقفي وكل الكلام ده. طبعا انا تحديت مع نفسي وبقيت ابص لاولادي، ولازم اولادي يعيشوا في نفس المستوى اللي كانوا عايشين فيه. نزلت السوق، ما اضحكش عليكي، اتمرمطت في الاول، وكان كل يوم لازم كنت اعيط واتسرقت وكل ده، بس كل دوت اداني خبره. والواحد لو ما اتعلمش بالفلوس مش هيتعلم في يوم من الايام. ودلوقتي زي ما انت شايفه بعد سنين حوالي 16 سنه انا بقيت سيده اعمال مشهوره، بيتعمل لي حساب في السوق. اللي كانوا دلوقتي بيقولوا انك مش هتنجحي دلوقتي بيتمنوا انهم يقربوا مني ويشتغلوا معايا. وكتير قوي قوي دلوقتي بيقولوا يا سلام ده انت بقيتي ايه، ده سيده اعمال مشهوره. والحمد لله انا حاليا نائبه الغرفه التجاريه لشعبه التبريد والتكييف، وعندي وضع في الغرفه التجاريه ووضع مع رجال الاعمال كلهم في السوق. والحمد لله انا مشهوره، بس مش مجرد في مصر بس، انا ليا عملاء في اسوان والاقصر، ليا عملاء في المنيا، ليا عملاء في السويس، ليا عملاء في أنحاء مصر كلها والحمد لله. بس أنا في الوضع الحالي كنت أتمنى طبعا أشتغل في التصدير والحاجات دي، بس كوضع الحالي لا يسمح. أنت شايفة أن إحنا في كورونا وبقالنا سنتين في مشاكل، لكن بعد كده بإذن الله أنا ناوية أتوسع أكتر من كده، لأن المرأة ما عندهاش حاجة تخليها تبقى ضعيفة، ما عندهاش حاجة متخليها ما تقدرش تنجح. لما يبقى في عزيمة وإصرار مفيش حد هيقدم. إيه الفرق يعني راجل ولا ست؟ راجل ده بيبقى راجل في العضلات وبس، لكن ست بالمخ وست بالتحدي وست انها تقف وتشتغل وتقول انا اهو. سهل قوي 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 لما تبقى الست هتحط حاجة في مخها، ما بتبقى الست، بتبقى ست وراجل في نفس الوقت.